مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل وياكم إلى فقرة أنت تسأل. من يا ترى سعيد الحظ الآن راح يكون معنا الرابح بنصف القيمة أو بالقيمة كاملة؟ فلنرى. معاي لك جائزة مقدمة تو على اليد. ايش مقدمة؟ جاهز؟ إن شاء الله. أنت جاهز ومستعد؟ إن شاء الله. طيب دحين بعطيك فكرة الفقرة هذه. بغيتك الآن تحضر سؤال، أنت تحضر سؤال. إيه. تمام. نعم. هذا السؤال إن شاء الله ما حد يعرفه. إن شاء الله. إذا ما حد جاوب على سؤالك، إيه، بتربح الجائزة كاملة. إن شاء الله. وإذا حد جاوب على سؤالك بتتقاسم الجائزة أنت ويا بالنص. إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله. الآن السؤال في ذهنك صح؟ أوه. طيب الآن أول حاجة بغيت بعرفها منك، من اسمك؟ عيسى بدر نازل يسلم الشبير. من وين؟ من رضوم. من وين؟ من شبوه. رضوم. من شبوه. رضوم. طيب إيش السؤال يقول؟ أوه. يعني سؤال ولا لغز ولا عادي؟ أي حاجة معك. أي حاجة. أي حاجة معك. إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ حلو. إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ أيه. تمام. الحين أنت بتمسك المايك. أيه. وأنت الآن بتسأل الناس بدلي. إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله. طيب السلام عليكم. معنا لغز. إذا جاوبت لك جايزة. لغز يقول إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ لك آخر محاولة. شيء اللي محاولت؟ أيوة. ما يجاوب شيء. كامل. إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ إزالة كاملة والله. الفيل الأنف قطعنا كامل. يطلع دلو. لا خطأ. إيش؟ خطأ. إذا معلش لغز. إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ أحد يتكلم. ايش بيطلع؟ ما اعرف. طيب متبقي لك الان اثنين اشخاص. اذا ما حد جاوب واحد. اثنين. اذا ما حد جاوب تاخذ الجائزة. اربعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايش اسمك؟ سالم محمد باجبيع. اثنين. من المكلة. بعطيك لغز، إذا جاوبت لك جائزة بنقسمها نصين وإحنا وياك. إذا قطعنا أنف الفيل إيش بيطلع؟ قطع أنف الفيل إيش بيطلع؟ قطعنا ألف أنف الفيل. فرس النهر. خطأ. طيب الآن ثلاثة أشخاص ما حد جاوب على اللغز. نعم. قلت لي اسمك من؟ عيسى بدر. عيسى، ثلاثة أشخاص ما حد جاوب على سؤال عيسى. عيسى، نقول لعيسى ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من شركة النفط اليمنية، 30,000 ريال يمني لعيسى. نسمع لعيسى تحية يا شباب. نسمع تحية. شهرك مبارك. علينا عليكم. كل عام وانت طيب. علينا عليكم إن شاء الله. شديد كرام للفقرة اللي بعدها مع المواهب.